اول شيء صبحكم الله بالخير جميعا. معاونين الاهل انتم جلسوا هناك عشان ما نغطي على بعض. والباقيين الحين ان شاء الله انتم تقدموا. اسعد الله صباحكم جميعا. صباحك يا ابو فراس. واللي حاب اقوله حبينا ان الدخوليه تكون كسره حاجز او كسره روتين بشكل بسيط وغير مكرر. اللي حاب اقوله والله اني انا شخصيا يا فلاح بن فراج فخور فيكم. فخور في ال 24 شخص اللي دخلوا معي المسابقه. وفخور اكثر بالاشخاص اللي بقوا معي الى الان. وفخور اكثر بالاشخاص اللي بيبقون، وبفخر اكثر بالاول والثاني والثالث. والله اني اقولها صادق. اللي حاب اقوله اسلم. اللي حاب اقوله يا الربع قوموا تعاونوا. ما ذلوا. احنا في قريه عشنا ايام جميله بحلوها وبمرها وبمشاكلها وبحلولها. احنا عارفين ما كل يوم بيكون يوم فرح، لابد من الايام الصعبه، لابد من سوء الفهم، لابد من امور كثيره، لكن اللي حاب اقوله وانتم ما توصون التكاتف ثم التكاتف ثم التكاتف. يعيش الامبراطور! هذا الامر الاول، الامر الثاني راعي الوكره؟ اي نعم والله سبعة نعم. اللي حاب اقوله يا جماعه الخير باذن الله انا مجهز لكم يا طول عمار جدول خاص مجهزينه جروب الدعم الله يبيض وجيههم، جدول خاص للمؤذن والمصلي. الله اكبر. اسمعوني خليكم معي يا شباب عشان الوقت. للمؤذن والمصلي جدول خاص فيهم، وايضا النظافه كل يوم باذن الله. ماني محدد اقول اثنين وماني محدد اقول ثلاثه. اللي بقوله انا اول واحد يبدا هذه المهمه، اللي يخلص من اموره ولا يمر على مكان غير مرتب يحاول انه يتعاون بتنظيفه، لان هذا المكان والنظافه تعكس نظافتنا احنا امام الناس كلهم اللي يتابعونا. في لجنه خفيه اللي هم مكونين من جروب دعمي موجودين. اللجنه هذه باذن الله انهم ثقات وقد الثقه وقد المهمه. وكلتهم مهمه صعبه وقويه وكبيره بنفس الوقت، اللي هي اعتماد ثلاث اسماء فقط راح يتم تكريمهم في اخر يوم في الامبراطوريه، اللي هم المحافظ على الاذان اللي في الجدول اذانه، والمحافظ ايضا على نظافه المكان. اللي بيلتزم في هذا الامر التزامه لنفسه اولا، والشيء الثاني بيكون له تكريم خاص بيعلن عنه باذن الله في حفل بيكون في نهايه الامبراطوريه. والامور ان شاء الله طيبه، وشوفتكم والله انها سعاده، وشوفتكم اكبر دخوليه. واللي حاب اقوله والشيء الاخر، حنا في شيله ما درت فيها الا الان من كلمات اخوي عيد بن فراج ومن اداء اخوي هياف بن فراج. ما عليكم زود، ابي صفين هنا وبنلعب عليها الحين وبنعرض. يلا يا المزيد سجين.